ومن مستشفى شهداء الأقصى يبقى معنا مراسل العربي باسل خلف الذي نقل لنا هذه القصة. أهلا ومرحبا بك باسل. مع استمرار توافد الإصابات والاستهدافات، العيون على مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الماضية، ما الحال لديك؟ نعم أحمد، هذه حالة من الحالات ربما التي عرفناها، وغيرها كثير من الحالات ما تزال غامضة غير معروفة، لم تصل إلى الكاميرا، لكن بكل الأحوال ما نستطيع قوله أنه عدد كبير من الفلسطينيين الآن لا يستطيعون الحركة من مدخل مخيم المغازي وقريبا من منطقة الحدث الذي وقع مع هذه السيدة، وقد يحدث معهم ما حدث مع هذه العائلة. خلال العشرين دقيقة الماضية كان هناك غارة إسرائيلية على منطقة مدينة دير البلح، وصل منها عدد من الشهداء والإصابات. نشاهد في الصورة من هنا حركة نشطة لسيارات الإسعاف، هذه السيارات ما تزال تنقل عدد من المصابين من منطقتين، أولا منطقة الغارة في شارع البيئة بمدينة دير البلح وصل عدد من الشهداء والإصابات، وأيضا من منطقة مخيم المغازي للاجئين. وكنا وثقنا في المداخلة الماضية رواية الشاب الذي جاء بسيارته المدنية يحمل مصابين، الآن سيارات الإسعاف تصل تباعا إلى المكان، وهناك غرفة صفية داخل هذه المدرسة استهدفت بها عدد من الشهداء والجرحى. الجرحى وصلوا في الإسعافات الأولى، لكن حديث عن عدد كبير من الشهداء، حد رقم أولي سمعته من شهود العيان يتحدثون عن عدد من الشهداء، ولكن لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى هذا المكان بسهولة، وبالتالي الحركة بطيئة. وصل عدد من الشهداء الآن، نتحدث عن 4 من الشهداء على الأقل من هذه المدرسة التي تحولت إلى مركز إيواء، مدرسة ابتدائية قريبة من عيادة الوكالة في مخيم المغازي. ونسمع الآن أصوات الانفجارات قادمة من هناك، شارع صلاح الدين منطقة المغازي ومقابلها منطقة وإلى جوارها البريج والنصيرات من ناحيته الشرقية، والزوايدة من ناحيتها الشرقية تعتبر بالنسبة لجيش الاحتلال منطقة عمليات تستهدف الناس بالقصف المدفعي بالطيران وأحزمة نارية تنفذها الطائرات، وكذلك بالقناصة، والأخطر من ذلك حتى بالنسبة للحركة، حركة المارين وصولا إلى دير البلح وحتى هذا الشارع القريب من هنا شارع صلاح الدين، حركة أو إطلاق النار بشكل عشوائي من الرشاشات الموجودة على الآليات الاحتلال، نيرانها تصل إلى مناطق قريبة من دير البلح، وهذا يشكل خطورة على كل متحرك على شارع صلاح الدين، إلى درجة أننا اليوم وصلنا إلى قريب من هذا الشارع والحركة معدومة تماما بسبب إطلاق النار هناك، بالإضافة إلى الحدث الذي وقع في مدينة خان يونس خلال الساعة الماضية، استهداف منزل غربي المدينة غربي خان يونس، وأدى ذلك إلى استشهاد 10 فلسطينيين، 7 من بينهم نساء وأطفال أيضا، وصلوا إلى مستشفى ناصر بالإضافة إلى عدد من المصابين، ليرتفع عدد الشهداء في خان يونس على الأقل نتحدث عن 35، هنا في الوسط نتحدث عن 60 تقريبا منذ خلال 24 ساعة الماضية، وهذا بطبيعة الحال ارتفاع ملحوظ في أعداد الشهداء والجرحى بسبب أن هذه المنطقة، منطقة وسط قطاع غزة، الآن تعتبر منطقة لعمليات الاحتلال بتوسيع العملية البرية، محاصرة منازل المواطنين في منطقة المغازي والنصيرات، وأيضا الاستهدافات وعملية حفر الطريق حتى على شارع صلاح الدين ومن ناحيتيه، واستهداف منازل المواطنين والإعدامات الميدانية كما تحدثت السيدة قبل قليل. هناك أحداث اليوم حدثت في غزة والشمال أو عن غزة والشمال، سواء باستهداف المواطنين في ساحة السرايا وعدد من الشهداء، أو استشهاد طفلة فلسطينية في مشروع بيت لاهي وإصابة آخرين، وأيضا الحديث عن ما تكشف في منطقة حي التفاح والمقبرة ونبش 1100 قبر تقريبا، وسرقة جثامين ل 150 جثمان فلسطينيين كانوا دفنوا في هذه المقبرة، وسرقة تقريبا 90 مليون شيكل يتحدث المكتب الإعلامي الحكومي سرقها الاحتلال، سواء أموال أو مصاغات ذهبية من منازل المواطنين أو أثناء تحركهم من نزوحهم أثناء نزوحهم من غزة والشمال إلى الوسط والجنوب. كنا دائما نتحدث عن هذا الحاجز الإسرائيلي الذي وضعه الاحتلال، وكان يقول إنه آمن، بأنه لم يكن كذلك، وكنا نرصد الانتهاكات
متعددة الأوجه التي كان يتعرض إليها الناس، والآن يتكشف وجه جديد وهو وتأكيد من جهة حكومية هنا يتحدث عن هذه الأرقام على الأقل تقديرات أولية، حتى يعني حين تبدأ عملية رصد يعني ما الذي حدث مع الناس، ما الذي فقدوه من هذه المنازل، ربما تتضح الصورة أكثر في منطقة شرقي مدينة غزة تحديدا الشجاعية. اليوم وساعات المساء رأيت صور تشير إلى حجم دمار كبير، لدرجة أنك لا تستطيع معرفة أي الشوارع هذه وأي المنازل هذه. دمر الاحتلال كثير من المنازل في المنطقة الشرقية لحي الشجاعية، ولكنه تراجع إلى منطقة قريبة من الحدود، يستهدف الناس فقط من خلال إطلاق المسيرات النار باتجاه المواطنين أو من خلال جنود الاحتلال المتمركزين في النقاط العسكرية الموجودة عند السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48. رفح اليوم كان بها أيضا غارة ساعات المساء أدت إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار، وكان هناك اليوم مؤتمر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قالت بالنسبة للوضع الإنساني في قطاع غزة إن مجاعة تتهدد سكان غزة والشمال بسبب سلوك الاحتلال الذي يقضي بمنع دخول الشاحنات التي تحمل المساعدات الغذائية والوقود إلى غزة والشمال، وهناك خطر يتهدد الجنوب. رفح التي بها تقريبا الآن نصف تعداد سكان قطاع غزة، 1 مليون فلسطيني نازح إليها، هناك خطر التهجير يتهددهم في هذه المنطقة الجغرافية التي تقع أقصى جنوب قطاع غزة. من مستشفى شهداء الأقصى مراسل العربي باسل خلف، شكرا جزيلا لك باسل على هذه المعلومات.